فحبيت أوصل رسالة بسيطة من خلال قصة هي قصة الروائية جوان رولينج موراي. طبعا كلكم راح تسمعون منه هذه جوان رولينج موراي. هذه كاتبة روائية لأسلت رواية هاري بوتر اللي تحولت لمجموعة أفلام هاري بوتر. هذه المرأة عانت خلال حياتها معاناة كثيرة، سافرت لعدة دول منها البرتغال، كانت موهوبة منذ الطفولة بالكتابة ولكن انتقلت بين عدة مهن. عانت خلال حياتها وزواجها الأول فشل، وبالتالي كان عندها طفلة ورادت تعيلها، وطبعا كانت حياتها صعبة جدا وعانت فقر شديد، فكانت تذهب إلى مقهى وتكتب رواية هاري بوتر واللي تحولت بعدين إلى أشهر رواية. هذه الكاتبة كتبت هذه الرواية وحاولت تبيعها إلى أكثر من دار نشر، ولكن فشلت في أن تجذب أي أحد أو أنه يتبنى هذه الرواية كدور النشر. ظلت تحاول. طبعا كانت تكتبها وظروف سيئة جدا، كانت تعاني من فقر شديد خاصة بعد انفصالها من زوجها الأول، وكانت أيضا طفلة عدها من هذا الزوج، وبالتالي عانت معاناة شديدة. وأيضا كان استمرت وكتبت هذه الرواية وحاولت وفشلت عدة مرات، وعدة دور نشر ما استقبلوا الرواية. في الأخير أحد دور النشر استقبلها وما رضى أصلا يكتب اسمها الكامل، فقط كتب حروف معينة من اسمها، وذلك ظنا منهم أنه إذا عرفوا الأطفال أنه هي مرأة كاتب الرواية ما راح يقروها، وبهذا التصور كان عندهم دور النشر. وكانت كاتبة غير مشهورة يعني، ولما عرضوا الكتاب للبيع شافوا إقبال هائل عليه وترجم لأغلب اللغات، وبالنهاية اشتهرت الرواية وتحولت إلى فيلم، وأصبحت من فقر موقع إلى ملياردير، تقدر ثروتها بمليار دولار، وانباعت أكثر من 300 مليون نسخة من الكتاب. الفكرة اللي أوصلها أنه إذا أنت فشلت بالامتحان أو إذا أنت ما قدرت تتجاوز الامتحان هذه المرة، ترى هذه مو نهاية الدنيا بالنسبة لك. صحيح أنا أعرف كثير من عندكم راح يعني يعانون ماديا وعندهم مشاكل، وأنا مقدر هالشيء، وبالفعل هي مسألة صعبة مو سهلة، ومو سهلة إنه شخص يجي ويختصرها في فيديو، لكن القصد من الكلام إنه خلاص الصار صار، إذا نجحت أو إذا رسبت حاول تكون أحسن، حاول تطور من ذاتك ولا تيأس. ترى كل نجحوا بالحياة هم اللي فشلوا، يلا نجحوا. الناجح مو هو اللي دائما ينجح، الناجح هو اللي يفشل ويوقع لكن يكمل وينجح. أتمنى إن شاء الله